باتس الأكل نفسه ما يعجبهم إنه على اللعب تحس مزروع على سب إنه على طريقة لعبهم شلون لعبهم شلون يلعبون بالبوارب شلون يطقون على بعض شلون يلغمون قد جوا بعض هالشي لساته مزروع براسهم لسه ما قدر ما جاي شيء ينسيهم إياه ما بشي خليهم ينسون هالشي هذا إنه ما جاي لا يدرسون لا إنه يروحون يلعبون مع هالصغار هالشغلات هاي كلها زاد محرومين منها يحكوا لي عن أسرتهم عن عائلتهم وقت قتلت أصعب مواقف وقت يحكوا لي عن أبوهم وأمهم وقت قتلوا شلون شافوهم جدامه شلون فقدوا أخواتهم قتلوهم قتلوا جدامه في منهم أطفال فاقدين بالضياع طبعا أخواتهم ولحد الآن ما يعرفون عنهم شيء الذكريات اللي لحد الآن ببالهم لحد الآن ذكريات الماضي ذكريات الحرب ذكريات القصف لحد الآن ببالهم ذكريات وقت فقدوا أبوهم وأمهم لحد الآن بعقولهم لما يقعدون بين بعضهم يحكون يذكرون الماضي يذكرون وقت كان أبوهم وأمهم عندنا 24 طفل ما جونا من مخيم الهول جم من المناطق النزاع الأخيرة هي الباغوز وبعض المناطق الثانية وكان وضعهم مأساوي دخلوا المشافي والحمد لله تعافوا بالمشافي وجبناهم على مخيم عين عيسى وتحت رعاية إدارة المخيم مجلس الرقة المدني لحد الآن 6 شهور ما قدمت المنظمات شيء نهائيا لهم المنظمات الثانية ما قدمت شيء لهم نهائيا فإحنا نطلب تقديم اللباس تقديم المأكل المشرب التأهيل الفكر إعادتهم إلى الفكر الأساسي إزالة فكر داعش منهم